إنه نبدأ أخبارنا. بسم الله بسم الله. اليوم خبر الأسبوع من صحيفة المدينة، الشيخ المنيعة أو المنيعة تمنى أن أرى المساحات الخضراء تحيط بالمدينة المنورة، ومن صحيفة سبق أيضا الشيخ المطلق يوضح حدود الحديث بين الرجل وزوجة زميله أو صديقه. ذكر معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي في منتدى البيئة والتي تنظمها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركاء الهيئة في القطاع الخاص، عن أمنيته بأن تحاط المدينة المنورة بالمساحات الخضراء. ومن صحيفة سبق المطلق يوضح حدود الحديث بين الرجل وزوجة زميله أو صديقه. أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق حدود الحديث بين الرجل وزوجة زميله أو صديقه، مشيرا إلى أنه يحرم إذا كان للتعارف وجائز إذا كان كلاما معروفا مقبولا. تفضل دكتور. شوف، أنا بحكم أني أشتغل في التفكيك، تفكيك الخطابات وتفكيك المسارات وتفكيك التوجهات والاتجاهات، لو ترجع قبل 20 سنة حتجد أن الكلام يدور حول صوت المرأة عورة أو غير عورة أو كذا أو الاختلاط. الآن الخطاب صار فيه نمو إلى أنه أنت تتكلم إيش الكلام المقبول والكلام الغير مقبول. انتهينا موضوع الكلام، بل هو مقبول أو غير مقبول. وقلنا قولا معروفا أنك أنت لما تتحدث مع امرأة أجنبية عنك تتكلم في حدود العرف والمعروف بين الناس ولا تتجاوز حدودك. هذا تقدم كبير يا أبو يحيى. أيضا شوف زمان كيف كانت الأمور، وكيف الحمد لله الآن الشيخ المنيع يقول أتمنى أرى المساحات الخضراء. يعني بدينا نلتفت إلى الازدهار والحياة والنمو والجمال والخضرة والوجه الحسن، بدينا نلتفت إلى الخطاب الجمالي، الخطاب اللي يدعو للحياة، غير أنه أول كانت الفتاوى تتناول الجهاد وما الجهاد وثقافة الموت، صرنا نتناول ثقافة الحياة. وإن الشيخ عبد الله بن منيع جزاه الله خير عضو هيئة كبار العلماء يطمح إلى أن المدينة تكون باحة خضراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة، شوف اليوم الهول الأكبر، قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. طيب إيش الفائدة؟ أنا بموت لك للي بعدك، الحياة اللي بعدك. أنا فقط حبيت أبين لك النمو في الخطاب الإسلامي الجميل المعتدل. وأنت تعرف أن الشافعي رحمه الله عندما كان في العراق، عندما راح لمصر، غير تقريبا ثلثين مذهبه، لأنه تغيرت البيئة والفتوى تتغير بتغير الزمان. أنا لو شفت كتابي الغثاء الأحوى في لم غرائب الفتوى، 3/4 الفتاوى أحيلت على التقاعد، يعني تحريم الحمام الفرنجي، تحريم الكعب العالي، تحريم الأكل بالملاعق، تحريم كلها صارت الآن جزء من التاريخ، ما حد يسخر منها، لكن كل الأمم تمر بالتاريخ والتدرج. فكل ما أردت أن أقوله فقط إلى أنني سعيد بهذا الخطاب الحضاري الذي يبحث عن المشتركات الإنسانية الخضرة، الاهتمام بالماء، الاهتمام بالذوق العام، الاهتمام بالأدب. وش اللي يفرض تغير هذا الخطاب دكتور؟ تغير المرحلة؟ تغير المرحلة نعم. الإمام مالك يقول يحدث للناس أحكاما بقدر ما يحدثون من الزمن. أنت الآن صار عندك سيارات، صرت لازم تفتي عن السرعة، صار عندك إشارة لازم تفتي بقطع الإشارة. عكس الناس من أول ما في إشارات، في حمير، في كذا، صار حقوق الدابة الآن، حقوق السيارة، حقوق دعاء دخول المحطة، الانتظام في دخول المحطات، كل شيء أنت ملتزم فيه. الآن أنا عندي رسائل عن أداب الجوال، متى ترسل الرسالة، أي وقت، لأنه كلها احترام، زي ما دق بابك زي ما دق جوالك. جميل. تسمح لنا ناخذ فاصل ونكمل؟ فرصة اشرب شاهي. اشرب وخذ راحتك. مع التحية أو التقدير للشيخ المنيع والشيخ المطلق، وفاصل مكملين معكم.